ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده او شرح النهارده هيكون عن حبه نصائح للمبتدئين في اللعبه، او عادي يعني هو يعني برضو بيلعب اونلاين. ممكن انا اقول المعلومه ممكن ما يكونش عارفها يعني. تمام، نبدا باول حاجه، حبه سيتنج يعني في الديسبلاي، يعني عشان ايه؟ يعني تخليك تعرف يعني متحكم مثلا في الخريطة، في الحاجات دي هتساعدك. أول حاجة مثلا اللي هو ال ويبون تارجت، اللي هو ويبون تارجت دوت، يعني مثلا لو سيمبل ده، بس هو بس ننزل تحت كده البيت نرجع تاني. الويبون تارجت، الويبون تارجت دوت لو سيمبل مثلا أو كومبلكس سيم مثلا، يعني مثلا أي سلاح هيبقى مثلا يعني نقطة، يعني الايم بتاعك هيبقى مثلا عبارة عن نقطة. لو احنا مثلا بقى تاني عملنا كومبليكس، يعني هيبقى كل سلاح ليه مثلا حاجة معينة، يعني مثلا دوت يبقى كده، يعني مثلا تقريبا حوار مربع مثلا ار بي جي كده، الميني جان مثلا دايرة، الشوت جان كده مثلا، يعني كل حاجة ويعني ليها حاجة معينة. تمام، في برضه حاجة تانية في الديسبلاي اللي هي دي، اللي هي قبل الأخيرة مترك، يعني مثلا لو مسافة، احنا بس حددنا على مسافة مثلا أي حاجة مثلا هنا. تمام، هيظهرها في الخريطة بالكيلو، بالكيلو متر لو احنا عملناها مترك. لو احنا مثلا عملناها العكس، لو احنا مثلا غيرناها كده هتبقى بالميل. انا برضو يعني اوريها لكم، انزل كده ثاني اهي. تمام كده بقت ميل تحت، اهي اهي تحت اللي هي تحت على الشمال. تمام، يعني ان يعني كله سهل. انا هقول ماشي، هي بسيطه، بس يعني ديت اللي هو يعني لسه مبتدئ في اللعبه، يعني لسه مثلا عامل شخصيه ما يعرفش اي حاجه في اللعبه. بس يعني طبعا الاحسن ايه، تكون مثلا خدت من اوفلاين، يعني مثلا يكون ايمك حلو، بس يعني تعرف حبه حاجات يعني كده في اللعبه. تمام، نرجعها تاني بالمتر. واللي فوقيها برضو بالمره اللي هي اون اوف، دي الترجمه، يعني مثلا لو حد بيتكلم لو عملتها اون الترجمه تحت هتظهر بالانجليزي، لو عملتها اوف الترجمه مش هتظهر خالص. تمام، ننتقل على السكيلز. السكيلز لو انت لو عملنا هولد مثلا ال، هتشوف كل السكيلز عندك. اول واحده الرانك، تاني واحده اللي هي الخبره. الخبره اللي هي ايه؟ مثلا تخش مثلا يعني مثلا مهمات مارتن، يعني تقعد تخش مثلا في مهمات ليستر، تخش مع يعني مهمات مع اصحابك، يعني دي يعني تلقائيه. اول واحده في السكيلز هتزيد، كنت مثلا بتلعب مهمات هتقعد تزيد، او يعني هتلاقيها على طول اول واحده كده قبل تقريبا الشوتينج، قبل كل حاجه يعني. يعني تفضل تدخل مهمات كتير مع اصحابك. تمام، الشوتينج دوت اللي هو الايم بتاعك، يعني مثلا وانت ماسك سلاح كده، يعني ما تقيمش وتضرب، لا اضرب مثلا كده على طول. تمام، يعني مش تقيم وتضرب، لا يعني اللي هو على طول، يعني كليك شمال على طول. التالتة السترينج اللي هي مثلا وانت واقف مثلا اي عربية او جنبيك، تفضل تقعد تضرب فيها، تضرب مثلا في صاحبك بايدك اي حاجة من دي، مثلا في العربية تفضل تعمل فيها كده، برضه هتلاقيها زادت. او مثلا وانت ماسك مثلا ميني جن تقعد مثلا تضرب مثلا في اي حاجة، تضرب في صاحبك، تضرب في اي حاجة. تمام، ندخل على الحاجة التانية الستيلز. الستيلز اللي تفضل متك كنترول، تقعد تمشي مثلا كده تستخبى مثلا بالكيو، الحاجات دي. استنى بس عشان البوليس ما يزولناش، عشان مش ناقصة.
بعد الستيلز فلاينج، فلاينج اللي انت مثلا تجيب طيارة مثلا في المطار تطلع بيها، تقعد تنزل بيها، تخليك مثلا طاير شوية في الجو، تقعد مثلا تشقلب بيها في الجو وفي الآخر تنزل المطار، هتلاقيها برضو زادت. درايفنج تسوق، أي تسوق مثلا أي عربية عادي في الستيشن بتاعتك، مش بتاعتك مش مهم، تفضل مثلا سايقة كتير، تعمل مثلا بيها دريفت، الحاجات دي تفضل سايقة كتير يعني باستمرار. الأخيرة اللي هي في السباحة. بصوا احنا هنروح على المايه برضو عشان ايه افهمكم اكتر. اهو مثلا ننزل البحر، مثلا نغطس تحت اللي هي جنب الشريط الاخضر، جنب اللي هي مثلا اللي هو الارمور بتاعك اللي جنب الارمور بقى، اللي هي الحاجة البيضة دي. بصوا انتوا مثلا هتلاقيها يعني هتقعد تقل هتقل 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 لغاية ما تدخل على الهيلث بتاعي. فانت مثلا يعني اول لما تبقى تحت، لما هي مثلا تبقى حمرا خالص، اللي هي الاخيرة اللي على اليمين، اللي هي بعد الارمور اللي انت مثلا لابسه، لما تبقى حمرا خالص اهي، يعني مثلا بدأت عندي تحمر يعني لو يعني التنفس خلاص تمام، تطلع فوق، تطلع 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 في الاخر، لو يعني لو انت بقى عايز تعليها يعني عشان التنفس بتاعك يعني يكون عالي، يعني مش يعني مش كلش مثلا تقعد تنزل المية تقعد تموت تمام. انتهي الأخيرة، الأخيرة خالص دي بقى تقعد مثلا يعني دي انت تلاقيها تقعد تزيد، مثلا تقعد تزيد تقعد تقل تقعد تزيد تقعد تقل، لو عملت مثلا فاين نيوتريشن هتلاقيها اختفت خالص، هتلاقيها اختفت خالص يعني هي يعني كتر ما انت بتقعد في السيشن، مثلا تقتل صاحبك، تقتل في الناس عادي اللي ماشيه في الشارع، البوتات عادي هتلاقيها زيها، بس يعني دي ملهاش يعني فايده، يعني هما بس اللي لهم فايده من اللي بعد الرانك لغايه الدايفنج، لا او اللي بعد الدايفنج كمان تمام. كده السكيلز شرحناها. تاني ننتقل على العربيات. العربيات اول عربيه لو انت مثلا يعني شاري اللعبه برضو متعرفش ايه العربيات، ابدأ بالكروما. كروما يعني اكتر عربية هتساعدك، يعني دي الكروما دي اول لما انا شريت اللعبة انا كنت شاريها تقريبا يعني، ولا برمي انا كنت شاريها تقريبا حوالي يعني دلوقتي 3 سنين. اول ما اشتريت كنت لازم 10 تلاف، ولا حتى اصلا كنت عارف اجيب العربية الفري. فين الكروما اهي، دي اكتر عربية فعلا هتساعدك في كل المشانات. بس يعني لو انت بقى عايز تجيب من الاخر مثلا في السكرامجت، لا بس السكرامجت مش بتدخل المشانات عشان فيها كل حاجه بتنط يعني وكده، ممكن الفيجيلانتي عشان سريعه وفيها كل حاجه. هي السكرامجت اهيت 3,480,000، والفيجيلانتي اهي 3,750,000، ده لو انت يعني عايز تجيبها من الاخر يعني بدل الكروما والشغل ده. في برضو حاجه كمان اللي هو الاوبريسور، الاوبريسور اللي هو مارك 2 اللي هو ده تمام، بس دوت مش بيدخل في مشانات، يعني مثلا مشانات مثلا بتاعت الاستر فاسيلتي لا مش بيدخل في الحاجات دي، يعني مثلا ده يعني بيساعدك على طول اهو، هو معايا اهوت بيساعدك تتنقل في اي حتة في الخريطة، يعني يعني اسرع، يعني هو مش اسرع حاجة يعني بس اسرع حاجة يعني تتنقل بيها يعني على طول عشان تنجز يعني تمام. ندخل على المواقع. مواقع في من في 1 2 3 4 5 6 7 8 دوت اللي هو بتاع العجل، سان اندرس مثلا اللي هو بتاع العربيات اللي هي القديمة او الكلاسيك الحاجات دي. فكل خميس الشركة بتقعد تنزل حاجة، ممكن تنزلها يا اما في سان اندرس يا اما في لورستوك يا اما في الليجندري. وده اللي هو موقع اللي هو التالت واحد دوت، ده موقع الطيارات، يعني بص في كل الطيارات اللي في اللعبة. أول واحد اللي هو التحديث الريمور، بس دوت يعني ملوش فايدة قوي، يعني لو واحد مثلا معاه فلوس يعني عادي ممكن تشتريه، بس هو يعني يعني ملوش أي فايدة خالص. موقع بيني، هو موقع بين دوت يعني تقريبا هو من وجهة نظري يعني أحسن موقع تشتري منه عربيات، العربية يعني التعديل بتاعها فاجر. يعني مثلا بصوا دي مثلا العربية قبل التعديل، التعديل بقى بتاع بيني بعديها بقى كده، او مثلا يعني مثلا بص حتى العربية الفري انت تشتريها فري اهيت
بعد ما تعدل عليها، بس طبعا انت هتعدل عليها بفلوس، هتبقى كده بالشكل ده. بس قبل يعني قبل ما تخش جراج لازم انت تعمل تروح عند بين دوا، هيبقى في مهمة لازم انت تعملها الأول. المهمة دي بتاخد 4، تشوف أي 4 في السيشن مش مهم، يعني يعملوها معاك أو صحابك أي حاجة. ندخل بقى على أهم حاجة اللي هو الموقع اللي هو الميز بنك، تمام. انت بتشتري بقى منه كل حاجة في اللعبة، يعني الحاجات الأساسية في اللعبة. أول واحد اللي هو الكلاب هاوس، اللي هي الشركة بتاعته الام سي، اللي انت منها بتشتري المصانع اللي هو الكوكايين والميثود والحشيش وكل الحاجات دي. يعني برضه هوريلكوا دلوقتي البنكر اللي هو المصنع اللي هو تحت الأرض، هو الأحسن يعني لو انت يعني بادئ على طول، يا اما تشتري ده على الشمال يا اما ده، بس هو الأحسن ده، يعني ده أقرب واحد للمدينة. يعني تعمل بقى التعديلات بتاعته البنكر ستايل، تختار الستايل بتاعه، والجان لوكر لو عايز تخزن أسلحتك. آخر واحد ديت لو انت يعني التحرك، يعني وسيلة التحرك يعني جوه البنكر، تمام. التاني الهنجر، هو الهنجر اللي بقى برضه هروح دلوقتي برضه اوريلكوا الحاجات اللي فيه. ده للطيارات، يعني تخزن فيه اي طيارة بتشتريها هتروح هناك لوحدها. الفاسيليتي، الفاسيليتي دوت اللي هو بتلعب فيه مهمات الاكت 1 اكت 2 اكت 3 بالبربات بالسيت اب بكل حاجة. النايت كلاب، هو النايت كلاب دوت يعني برضو من وجهة نظري عشان محدش يقعد بس يقول لي ايه لا ده تشتري الشركة الاول وانت بادئ اللعبة، براحتك. يعني بقول كل الحاجات دي يعني من وجهة نظري. النايت كلاب هو انت مش بتعمل يعني اي حاجة فيه، انت اي بضاعة في السيشن بتروح تجيبها بس على طول، عشان في يعني في ناس يعني كتير برضو بتقعد تاخدها وممكن تحفل عليك وياخدوها منك وكده. النايت كلاب الاحسن تشتري كل التجديدات بتاعته عشان بيكسب، يعني لا مش دي يعني مش هما الاتنين في الاول دول في اول دي يعني ديكور، الاتنين في الاول الاتنين اللي في الاول دول ديكور مش مهم. ودوت النيم تختار اي واحد من دوت دول بقى، دول بقى اللي هما الاستورج، دول اللي هما 1 2 3 اللي هما 5 ادوار، دول بتوع البضاعة. لو ما تملهم كلهم وتاخد البضاعة اللي هي بتبقى في السيشن اللي اسمها جود تايبس، ممكن تلاقي لونه اخضر اصفر، يعني تروح تجيبها على طول وتمليها. لو اتملت على الاخر هيتباعوا كلهم بحوالي تقريبا 2 مليون. ودول جراج العربيات، لو عايز انت تحط في جراج النت كلاب بتاعك العربيات، الواحد بياخد 10، انا شاري الاربعة يعني كام 40 عربية. وديت لا ملاش لازمة، تمام. نيجي للاركيد، الاركيد دوت لسه نازل، هو اخر ابديت. الاركيد دوت اللي بتعمل فيه مهمات الكازينو، مهمات سرقة الكازينو، فيهم 3 طرق، كل طريقة ليها بريبات، بس في طبعا بريبات يعني متشابهة وكده. كل حاجة ليها دخول معين، تدخل مثلا من تحت من فوق من يعني من فوق السطح اي حاجة، بس كل واحدة يعني ليها بريبات وكل حاجة مختلفة. ده هنا مثلا الستايل، كل ده الستايل، ودي الجراج لو عايز مثلا تخزن في عربيات. نيجي موقع البيوت، لا ولا قبل موقع البيوت الشركة. الشركة يعني ايه الشركة ديت؟ اللي هي الـ CEO بتاعتك، تمام. إيه مثلا الميز بنك، بس يعني عادي مش تفرق، يعني هو الاختلاف بس الأماكن دي اغلى واحد اللي هي الميز بنك اللي هو اعلى برج في اللعبه اللي هو بـ4 مليون عادي. انا يعني انا كنت شاريه بس برضه بدلته، بس يعني عشان عادي شتي يعني دي قريبه من بيتي يعني وكده. بس والشركه فيها جراج، الجراج الواحد بياخد تقريبا كام مثلا كده، تقريبا حوالي 30 عربيه على ما اعتقد، 30 او تقريبا والله ما اعرف بصراحه، عشان يعني بالظبط عشان يعني ايه مش بحط فيه عربيات كتير. بس تختار بقى يعني وتختار اللي انت بقى عايزه من هنا. السيف والاحسن ما تختاروش، يعني لو انت ما تختارهوش لو عيان عايز ايه يعني فلوسك تبقى مرميه على الارض. والجان لوكر الاسلحه اللي انت مش يعني مش هتستخدمها، تمام. وهنا بتختار السكرتيرة راجل او ست، والديكور
صندوقها برضو بصراحة يعني غالي، بس يعني عادي مش تفرق يعني، كل دي ايه شكليات وخلاص. نيجي لموقع البيوت، لو مثلا الناس اللي هم شارين لعبة مثلا بريميوم والحاجات ديت يبقى ليهم بيت، انا والله ما اعرف اني، بس يعني تقريبا اللي هو الهاي اند اللي هو بيبقى في الحتة دي مثلا، يا اما ده يا ده يا ده يا ده يبقى مفتوح له فري. مثلا لو انت اشتريت دوت هتختار بقى الحاجات ديت، بس يعني مثلا الديكور بتاع البيت من جوه الحاجات ديت، بس مش يوم يعني لو انت بادئ اللعبة خالص اشتري يعني. لا بس مش تشبع بالبيتولية اللي هناك دي، مثلا ميديم مثلا بيت دوت 140 ألف، بيغسل 6 عربيات اهوت الحتة دي. اخر حاجة هي ملاش لازمة يعني قوي، إيه البنت هاوس. بنت هاوس يعني حاجة شبه البيت كده، بس بيت بس على كبير بقى، في حمام سباحة جوه وحلاق يعني كبير خالص من جوه. بس هنا تشتري بقى كل الحاجات ديت وتختار اللون، او ده البنت هاوس، بس يعني برضو ملوش فايدة كبيرة يعني. تمام، هروح بقى الشركة اوريكوا الوير هاوس وال ومخزن ال مخزن البضايع وكل ده. هم دلوقتي احنا دخلنا الشركة، الاسم اللي هو فوق ده مثلا ايمن عادل، برضه بتعدله من الموقع وانت بتشتري يعني. يا بس يعني وانت بقى من دلوقتي مش عايز يعني تلعب، تروح مثلا البنكر بقى تملي سبلاي بقى والحاجات ديت، تلعب مثلا مهمات الشحن. هن برضه هحط لكم صفحة واحد واحد يعني صاحبنا يعني بيشحن لنا على طول، بس يعني ما فيش اي نسبة بان اسمه محمد هاني، برضه هتلاقوا ال هحط لكم صفحته على الفيس، هحط لكم برضه في الديسكريبشن هتلاقوه، وبرضه معانا يعني في جروب الديسكورد برضه لو حد يعني عايز برضه يدخل يكلمه. ده كمبيوتر اللي هو الشركة. تمام، مثلا نخش على اول واحد اللي هو سبيشال كارجو. سبيشال كارجو دوت اللي هو يعني هو يعني الوير هاوس. تمام، بتختار مثلا نجيب ال في بوست تلاتة سمول اللي هو الحجم السمول دوت، بياخد 16 واحدة، 16 واحدة بس بتسرق يعني 16 صندوق من اللي انت بتسرقه. ممكن تسرق 3 في نفس الوقت او 2 او واحدة بس. والميديم بياخد 42 واحدة، اللارج بياخد 111 اللي هو اللي انا شاريه ده، انا شاريه مثلا هنا عشان يبقى كله يعني مثلا جنب بعض البيت هنا وكده. لا يعني لو عايز تسرق واحدة بتدفع 2 2 8 3 18 ألف. دي الحاجة اللي بعديها الفيكر كارجو. الفيكر كارجو دوت هو براحتك لو انت عايز تشتري، بس انا يعني من وجهة نظري يعني ممكن تخسر فيه. ليه؟ لا احنا كده نبدأ مهمة، انا مش عايز ابدأ. الفيكر دوت لما انت احنا مثلا لو عملنا كده هتروح هيوديك تسرق عربية، هيوديك العنوان مثلا هيقول لك روح هنا اسرق عربية، وانت جاي ساعات في ناس بتهاجمك يعني، والبوت مثلا اللي هو ماشي زنق عليك مثلا يخبط العربية، اي خبطة انت اللي بتدفع تمنها في الاخر. ولما انت برضه تيجي تبيعها تقريبا بتدفع حوالي 20 ألف يعني، تقريبا حاجة شبه التأمين العربية او كده. وبرضه وانت رايح تبيعها هتلاقي برضه في ناس في السيشن، بس الاحسن يعني تفضي سيشن وكده. في اخر فيديو برضه هوريكم ازاي بتفضي سيشن، هتلاقوا يعني برضه ناس بتهاجمكم يعني واي خبطة يعني اي خدش في العربية برضه هيتخصم منك، فيعني ملهوش لازمة خالص يعني. تمام، دوت بقى ده هيتفتح بس بعد ما انقل، بعد قصدي ما اعمل المهمة بعد ما اسرق يعني واحدة من العربيات دي. بس هو يعني برضو دوت لاخر واحد ده ملوش لازمة اللي هو سبيشال فيكل وورك ده، يعني يفتح بقى العربيات دي هقولها لكم برضو. العربيات دي هتلاقي فلورستوك مثلا عربية شبه فين مثلا العربية ديت،
يفتح دي، يفتح دي، يفتح ديت، الحاجات ديت. بص اللي هو السطر ده والسطر ده ودي ودي، يعني يفتح سعر مخفض ليهم اللي هو يفتح دي يعني. تمام. تاني ومثلا حد عايز اسرع اسرع طيارة في اللعبة اللي هي الليزر ديت اللي هي في القاعدة العسكرية اللي في اللعبة، مثلا يروح يسرقها، بس عشان دي يعني اغلى واحدة في اللعبة اللي هي بص اهي 6 مليون، 6 مليون ونص، يعني دي اول يعني اسرع واحدة في اللعبة بحالها الليزر دي، يعني هي فيها كله، بس فيها كله يعني فيها الطلقات المتفجرة وكده، بس بقى اللي فيها كله بس يعني بطيئة شوية اللي هي البي 11 دي ب3 مليون و800، دي بقى فيها كله، فيها كل حاجة، براج والصواريخ اللي هي في الليزر، بس يعني على يعني مش جامدة شبهها. وايه تاني كانت فيها؟ اه القنابل اللي هي بتنزلها الطيارة من تحت اللي هي الصغيرة خالص دي، فالطيارة دي برضو فيها كل حاجة. وده الأوبروسر اللي احنا قلنا عليه في الأول، وده الأوبروسر القديم أهو، بس هو طبعا الأوبروسر اللي هو المارك 2 يعني أحلى، أحلى يعني وأسرع، بس برضو يعني عادي براحتك، لو انت عايز تشتري الاتنين براحتك. تمام. ندخل على ايه تاني دلوقتي؟ هروح برضو اوريكم في الكلاب هاوس اللي هو اللي هي المصانع اللي هي الميثود والحشيش والحاجات دي. حاجة بس كده صغيرة قبل ما نروح الكلاب هاوس، انت لما تفعل مثلا اللي هي الشركة ديت اللي هي السي او ديت، بتظهر لك يعني حاجات يعني مختلفة عن الام سي. مثلا انا دلوقتي اللي هي فعلت الشركة مثلا ظهرت لي ده اللي هو الوير هاوس اللي انت بتسرق منه البضايع اللي احنا قلناها فوق، اللي هما التلات بضايع اللي هي مثلا لو انت عايز تسرق واحدة او التانية او تلاتة مثلا مع بعض، وده اللي بتسرق فيه العربيات ده، وده مثلا وده النايت كلاب. تمام. بس دول يعني دول عادي، دول ثابتين، بس اللي هما متغيرين ده اللي هو الوير هاوس وبتاع العربيات. اما بقى لو احنا نلغي ده مثلا كده، فعل موتوسيكل كلاب، شوف مثلا يظهر ايه. اهو ده، او مثلا لو كوكايين، ده مصنع تزوير الفلوس، وده مصنع الأدوية الميثود، وايه تاني؟ ده مصنع تقريبا تزوير البطايق، وده الحشيش. نروح بقى الكلاب هاوس اوريكم المصنع. تمام. احنا دلوقتي دخلنا الكلاب هاوس اهوت، مثل الكمبيوتر نقعد على اللاب. بس طبعا لازم تكون فيها الام سي، الام سي مش الشركة التانية اللي هي السي او. تمام. هما 5 مصانع في اللعبة، 1 2 3 4 5. تمام. الخمسة دول كل يعني كل واحد تقريبا، ثواني مثلا لو احنا مثلا عملنا ويت فارم، كل واحد تقريبا ليه 3 اماكن في المدينة او في النص او فوق خالص على الخريطة. بس طبعا احسن لو انت يعني معاك فلوس تشتري اللي في المدينة عشان يكون اقرب لك يعني وكده. او كل واحد ليه 3 اهوت. الويد ده مثلا الكوشن بتاعه في الاخر اهوت، في اخر الخريطة من تحت، ودوت في اخر الخريطة من فوق، ودوت هيبقى في النص، في نص المابا يعني. فالاحسن بقى تجيب كل واحد في المدينة وتعمل له مثلا التجديدات بتاعته كده، اللي هما دول، ده مثلا مصنع الشيش، ودوت تقريبا تزوير بطايق، ودوت الميثود والكوكايين، ومصنع تزوير الفلوس. والاحسن برضه تعمل لكل واحد الابجريد بتاعه. تمام. هوريكو برضو مثلا يعني مثال، نروح مثلا لأي مصنع. ده مثلا كده ده مصنع الحشيش،
تمام، هو اسمه مصنع الحشيش يعني، عشان محد برضه يقعد يقول لي انت بتقلي لسانه كده. هو اللاب اهوت، دي سبلاي مثلا وانت عايز تسرقها، ومثلا وانت عايز برضه يعني تشتريها، والابجريد اهو ده بقى كل الابجريد. هو الاحسن يعني برضه تشتريه عند دوت، هيبقى ايه، هيسهل لك يعني الانتاج مثلا يطلع بسرعة، ويتباع مثلا يعني بسعر اعلى شوية وكده. وبرضه الاحسن يعني وانت بقى شغال على اي مصنع من دول تشتري السكيورتي، عشان ممكن يعني في اي وقت مثلا وانت بتلعب في السيشن مثلا مع اصحابك تلاقيه مرة واحدة تلاقيه اتسرق، يعني مثلا البوتات، مثلا البوتات يقوم مثلا سرقوه وهيقول لك روح رجعه، ولو انت مثلا مت، ولو تقريبا مت مرتين او ثلاثة خلاص كده يعني كل حاجة ضاعت عليك، تروح بقى يعني تقريبا هيتعملوش الداون او حاجة شبه كده، يعني هيتعملوش الداون، يا اما البضاعة خلاص كلها اللي انت باليتها هتضيع عليك. فالاحسن هي بقى تعمل كل الابجريد ده، هو غالي بس يعني مش مهم. وهحطلكوا برضو تحت اسعار محمد هاني يعني في الشحن، هو قال لي حاجة 10 مليون، 10 مليون بحوالي 30 جنيه برضو. ولو حد يعني عايز يكلمني وهيشحن يكلمني برضو على الفيس، في معايا كود خاص للي هيشحن يعني. تمام، انا دلوقتي اهو رحت الهنجر، هوريكوا برضو المكتب اللي فيه. خرجنا ليه؟ تمام، دي مثلا كل الطرات اللي انا شاريها، بس طبعا في لسه في الستورج، عشان يعني مفيش مكان. هو اللي في النص ده اه مكان كبير، بس يعني طار ما اعرفش عايز مكان اوسع ليه ما اعرفش. دي بقى الحاجات اللي تحت ديت، كل الحاجات دي الحاجات انت بتسرقها الهنجر يعني، يعني عشان تقريبا برضو في ناس ما تعرفش ان الهنجر بيجيب بضاعة. هوريكوا برضو من فوق في اللاب، اي بضاعة مثلا بتشتريها بتحط لك تحت مثلا ولو عايز تبيعها، ده المكتب بتاعك. تمام، بس يعني احسن يعني ما تشتغلش، يعني مهمته يعني صعبة و يعني بتنح الصراحة، وبيديها لك في اماكن بعيدة و مشوار على الفاضي، كل ده عشان تجيب يعني بضاعة أحسن واحدة. بس لو انت برضه عايز تعملها دي أحلى واحدة وأنه أسهل واحدة يعني. تمام، واحدة من ديت تقريبا بحوالي يعني مثلا سلكت ديت كده جاب منين؟ لا أنا كده هسرقها. انت لما تعملها سلكت، انت تعملها سلكت 50 واحدة اهي، هما 1 2 هما 8 يعني. لو 50، لو جمعت في الواحدة 50 من 50 في دي بس، في المربع ده بس اللي هو مخصص دي الواحدة بمليون يعني، هو كله كده لو جمعت طبعا هنج، بس تقريبا يعني هتقع كتير جدا، ممكن حوالي شهر لو بتلعب كمان الهنجر ده، بتلعب مهماته كل يوم عشان كبير، ومهماته برضه زي ما انا قلت يعني برده برده يعني، وصعبة، وبديك اماكن بعيدة، ولو اتأخرت برضه بيديك وقت وكده يعني. في الأحسن فكك منه يعني، لو بس لو جمعته كله في الآخر هيطلع 8 مليون. ممكن بقى تجمعه وتستنى بقى ينزل عليه دبل، الدبل ده بقى بيبدأ من يوم الخميس ليوم الخميس اللي بعده. تمام، هو صوتي بس ايه منبوح يعني، منبوح شوية عشان انا الساعة 3 فاتح، ودلوقتي الساعة 5:30 الفجر. حاجة بقى أخيرة قبل ما ننهي الفيديو، لو عايز يعني لو مش عايز تجمع فلوس بقى وتزهق نفسك اشحن برضه، زي ما قلت هحطلكوا أسعار الشحن برضه عند محمد هاني، ده أكتر واحد يعني كله شحن منه، نص الكوميونتي بتاع جي تي ايه شحن منه، محدش جاله منه بان، وأسعاره حلوة. برضو اللي عايزني يكلمني على الفيس هديله كود خصم، كود خصم عشان يعني يروح برضو، ممكن مثلا يديله 2 مليون 3 مليون او يقلل له السعر اي حاجة من ديت، او تشتغل على البنكر
او النايت كلاب زي ما انا قلت. النايت كلاب يعني هتشتري بس يا دوبك الادوار عشان تحط فيها البضاعه اللي انت هتجيبها من السيشن. البضاعه دي بتنزل كل ربع ساعه في السيشن. لو سيشن مثلا اقل حاجه في السيشن دلوقتي المفروض السيشن يعني عشان محدش يجي يعني وكده يعني مثلا يرخم. لو في اربعه معاهم نايت كلاب هتلاقي البضاعه نزلت. البضاعه بتنزل كل ربع ساعه او كل نص ساعه تقريبا. بس يا اما البنكر يا اما النايت كلاب يا اما الاكت 1 قصدي الاكت 2. الاكت 2 انت وصاحبك مثلا بتديلكوا انتوا الاتنين 500,000. هنفتح برضو موبايل تاني اوريها لكم. الاكت 2 ديت هتلاقيها في الفاسيليتي وهشرح برضو جليتش بيتعمل ازاي. انا في مثلا الفاسيليتي بتاعي انا شاري اغلى فاسيليتي دوت ليه؟ انا خلصت اكت 1 واكت 2 واكت 3 فعدت اكت 1 وثابت على الجليتش ده انا مش هعديها تاني خلاص. فعشان المهمة بص هي المهمة بالظبط هنا اهو يعني يا دوبك جنبيها. ده مثلا الديكور قلت الديكور والاوبريتور كانون اللي هو القمر الصناعي. بس يعني برضو ملوش لازمة لو الا برضو لو معاك فلوس يعني مثلا عايز مثلا يعني تقتل واحد في السيشن مثلا يعني بطريقة ايه مستفزة. هو ده في الاوبريتور كانون اللي بيتحدد ب750,000. انت بس هتحدد اسمه يا دوبك على طول اللي هو هيروح له وانت بس تتك كليك شمال تخليك ضاغط بس عشان تضرب. اللي ب500,000 انت اللي بتروح بنفسك فانت مش هتعرف اصلا ممكن تضرب حد غلط. وده برضو الديكور اللي جوه. واخر واحده اوضه السليب ديت عشان ترازبن في الفاسيلتي مثلا وانت فاتح الاونلاين ترازبن فيها على طول. اكتر انا بقى ده بيتعمل ازاي بعد ما تعمل البربات بالستابات بكل حاجه خلصت مهمه. اول لما تشوف ليستر تفصل النت يعني عادي. اول لما تشوف لسه مثلا لو غيبت يعني مثلا 5 ثواني 10 ثواني ماشي عادي. في برضو ناس بتقول لا لما تحمل اللي هي اللي تحت الكلمه اللي بتظهر تحت اللي هي اسمها ترانزاكشن بيندنج عادي برضو يعني مش هتفرق. بس هو يعني الاحسن هنا عشان تضمن افصل النت لما تشوف ليستر. انا على طول بعملها كده والفلوس تيجي. الفلوس هي اللي بتيجي بس الار بي اللي هو اللي فوق مش بتحسب لك اي حاجة بتعملها. مثلا قتلت واحد اللي هي 25 اللي بتجيلك دي لا كل الار بي ده مش هتحسب لك. الفلوس بس اللي هتجيلك. بس عايز تعرف انت مثلا معاك كام. البنك اللي هو ده البنك اللي هو اللي تحت ده البنك وده الكاش. الكاش هو مثلا يعني شبه اللي في جيبك كده. البنك اللي بتبقى تحت واللي فوق الصفر الفلوس اللي هي اللي في جيبك. مثلا حاجة برضو أخيرة قبل ما ننهي الفيديو إيه. لو انت مثلا يعني مش لاقي حد تلعب معاه فضي سيشن. انا برضو هحط لكم برضو في قبل ما ننهي الفيديو ازاي تفضي سيشن. هي برضو يعني مش انا محطاش في اخر فيديو هتلاقوا برضو يعني الطريقة في الديسكريبشن. انا هحط لكم يعني برضو بالخطوات هي يعني مش مستاهلة. اخر حاجه بس قبل ما ننهي الفيديو انت مثلا يعني دلوقتي معاك عربيه تمام. عربيه مثلا من الشارع مثلا عايز تروح تعدلها عربيه مثلا شاريها. اول لما بتتكزد تحت على اليمين ده اسمها واللي جنبها دوت ان هو العجل اللي هو مثلا اس يو ان ولا اس اس يو في تمام. مثلا لو ركبنا العربيه دي مثلا العربيه بتاعتي قلت كده مثلا زد اهو اسم العربية دهوت والعجل بتاعها افرود افرود يعني مثلا تقدر تطلع اي جبل يعني مثلا مينفعش طبعا اركب لها مثلا عجل سبورت عشان دي بتطلع فوق الجبل فدي عايزة يكون العجل افرود عشان تعرف يعني تطلع على الجبل. بس ولا برضو بس في حاجة اخيرة